الله الرحمن الرحيم. حياكم الجميع. بس كل مع ورقة زي هذه يعني ما نشتغل ربع ساعة بس عشان نقل أونلاين في تأخير. فأي حاجة راح ندخل ربع ساعة يعني بريك راح يبدأ 7:30 بدأ 7:15. هذا أول حاجة. ثاني حاجة في تعليمات هنا اللي حضر المحاضرات اللي قبل يقرونها عشان أي شيء في استفسار في البريك يسألونا. في تحضير بعد البريك بعد ما ينتهي ونرجع هنا. في تحضير شهادات كلها مطبوعة جاهزة. اللهم التحضير عشان اللي ياخذ شهادة اللي ما حضر اللي حاضر فقط لا غير. أي شيء ثاني تبغونه هنا أي معلومة بيقولها الدكتور أبحاث أو أي حد ثاني بيعطيني إياها. أي واحد يبغى يتواصل معي أنا أعطيه ما في مشكلة. اللي معه كاميرا معليش بس بدون تصوير عشان في اثنين بيصوروا لنا. المحاضرة هذه صدق اسمها
بين كونسبت واي ويكي الاضافه ليش نهتم بالان بس راح نتكلم عن وايد شغلات راح تفسر لكم وايد تصرفات وايد شغلات في حياتنا راح تخلينا نفهم المريض راح تخلينا نفهم نفسنا ونفهم الناس من حولنا مو بس المريض فان شاء الله راح تستمتعون فيها لان انا وايد استفدت منها وايد غيرت نظرتي حق الحياه راح اعطيكم مثال بسيط كم واحد عالج مريض او تعامل مع مرضى شاف مرضى اوكي إيه. عندنا دائما عقد مثلا كلاسيكي حالات كلاسيكيه يجيك مريض صغير عمره 20 سنه شباب تشخيصه بكل بساطه عنده شد عضلي بالقبته هذا مريض نخليه على اليمين ويجيك مريض عمره 65 سنه 70 سنه عنده ثلاث اربع جلطات من قبل وعوار ومشاكل على الورق شكل المريض الصغير وايد سهل نعالجه ما عنده شباب وعنده شد عضلي اي تكنيك يمكن يمشي معاه وعلى الورق المريض الشايب هذا صعب نعالجه بس اللي تعامل ويا وايد مرضى راح تمر على الحاله هذه تعاني مع المريض الشاب تخلص معاه 6 10 12 جلسه ما في نتائج تتفاجئ ان المريض الشايب يجيك معاه نتيجه 3 جلسات ليش؟ هذه ليش؟ واي؟ هذه الحلقه اللي احنا راح نتكلم عنها الحلقه المفقوده عشان نفهم الالم ابعاد الالم شنو قاعد يصير في جسم الانسان اللي قاعد يسهل العلاج او يصعب العلاج علينا. اهميه المحاضره هذه ان تعلمنا شلون نفكر خارج الصندوق. اي صندوق؟ في صندوق خيالي يسمونه اياه الكتب الطبيه. ان انت هذه انت الفيزيوثيرابيست انت صاير علاج طبيعي هذه وظيفتك بس. ما يسمحوا لك تفكر، ما يسمحوا لك تبدا. ليش؟ بس. منو قال بس؟ ما تدري. زين انا عندي ابيلتي، انا عايش في بريطانيا صار لي 4 سنوات. كمعلومات احنا احسن من بريطانيا. انا شفت عندي معاي ربعي من السعوديه من البحرين شباب نولج مالنا قوي بس في شيء عندنا خوف يمنعنا ان نبدا. هذه المحاضره راح تخلينا لا نبدا. عندنا طاقه. احنا مو بس شغلتنا والله ياك مريض ياك ريكوست عالجه ومش عارف ايش او انه اوردر وسوي كذي، لا احنا نقدر نسوي اكثر من كذي، نقدر نفهم المريض، نقدر نقرر. لما تتعامل مع مريض خلينا نقول في ثلاث مجموعات او ثري كاتيجوريز. عندك تشخيص وي هاف دايجنوزز وي هاف تريتمنت وي هاف ريهابيليتيشن. كل واحده غير. لازم احنا نطمح الى ريهابيليتيشن. دايجنوزز تشخص المريض. تريتمنت ياك عنده مسل سبازم تعالج المسل سبازم بس الريهابيليتيشن لا انك تخلي المريض يستمتع في حياته حتى لو عنده الم حتى لو ما حاولت معه 3 4 جلسات ماني قادر اعالجه هل اقول له رد بيتكم؟ لا I have to think outside the box في شغله غلط يا بالعلاج يا بالمريض لازم المريض يستفيد من حياته احنا بدول الخليج ما يخالف ما عندنا الاحساس في المريض نفسه وحتى في المعالج ما عنده الاحساس انه باهميه الفلوس والتايم والوقت وايد برا في اوروبا وفي الدول الفقيره المريض يقول لك ما اقدر اجي لك 3 جلسات في الاسبوع ما عندي فلوس ما اقدر اشتري دواء ما اقدر اسوي عمليه انا بالقصر جاي لك من قريه بالقطار اقدر اخذ 1 سيشن بالاسبوع او 1 سيشن بالشهر ما يقدر تقول له والله لا انا البروتوكول يقول 6 جلسات، لا لازم القى حل. في دول جلسه العلاج الطبيعي 20 دقيقه، شنو تقدر تسوي في 20 دقيقه؟ تقول ما اقدر؟ لا. ثينك اوت ذا بوكس. لازم تلقى له حل. هذه شغلتك. في نقطة مهمة أنا يعني وايد أركز عليها وهذه المحاضرة أو هذا التوبك علمني إياه. إذا أنت تؤمن ان انت عندك مشاعر وحاسيس وتطلب من الناس ان تحترمها معناته المريض عنده مشاعر وحاسيس ولازم تحترمها ما يصير تتعامل مع المريض كشيء بالكتاب وهذا وايد تصير يعني اغلب الدكاتره حتى في اوروبا انا شفتها يتعامل مع المريض كنا حاله كتاب انت عندك كذي زي مشاعره زي المريض نفسيته تعبانه يبي كلمه زينه يبي ابتسامه يبي تقعد ليش يلا دش تقعد ورا المكتب يلا شيك يلا كح يلا اطلع ليش؟ اللي 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 بعيد الشر عنكم كان مريض او عنده واحد من اهله مريض ودش مع الطبيب
تحس فيها خصوصا المريض اللي عاني اللي تعب وايد آلام مدة طويلة 5 سنين 6 سنين لما ندش على المريض ندش على الدكتور مثل هذا طوق النجاة يبي تشوف واحد يرتاح له يبي تشوف واحد يحس فيه يقول أنا فاهمك أدري شنو أنت تحس فيه أوكي ما أدري شنو السيستم السعودي إحنا عندنا الكويت بنادول يلا روح أوكي بنادول روح والمرضى عرفوا وفقدوا الثقة راح نتحكي عنها بعدين إن شاء الله المحاضرة طويلة راح أحاول بسرعة أسوي فقدوا الثقة في التخصصات الطبية ما نقدر نلومهم قمنا نشوف تصرفات غريبة من المرضى بس ما تلومهم بدأ يفقدون الثقة إن شاء الله ما نتكلم عنها بعدين فهذه إن شاء الله واحدة من المميزات في المحاضرة هذه إن شاء الله أتمنى أن تصير عندنا بعدين القدرة أو إن شاء الله نبدأ نفكر خارج الصندوق راح تكون فيها وايد معلومات في المحاضرة هذه مو شرط المعلومات كلها راح تعجب كل واحد فيكم بس انا واثق ان على الاقل معلومه واحده من المحاضره هذه راح تعجب كل واحد فيكم اللي تعجبه معلومه يبحث فيها يطورها ويبدع فيها في المحاضره هذه انا ترى طالب نفسكم للحين ما احب المحاضرات مع شو اسمه معقده وايد نيورولوجي وكذي احبها سمبل سهله الفهم كل سلايدين راح اقول لكم قصه او معلومه غريبه والسلايدات نفسها راح تكون حلوه بعد بس هذه يعني فانت يعني شويه تختار نطلع لان كل سلايدين في قصه حلوه اول مثال خل نفكر فيها الاب مرات اذا يلعب مع ولده يلعب وياه مصارعه ها يشيله ويطقه وقرصه وش مرات الابو يصير دش بس شنو الولد مستانس يضحك ويلعب مع ابوه في المقابل مرات مثلا الولد يغلط الأب بس يعطي نظرة كذي يبكي الولد ها؟ زين هذا طقه ومستانس هذا أعطاه نظرة زعل ليش؟ لأن الألم مو شرط يعني هذا البكسة والأب لما القرص ولده ألم بس مو كل ألم مو زين أو مو كل تصرف عادة نحطه في بالنا يسبب الألم هو فعلا يسبب الألم المضمون المحتوى الفعل اللي صار هو اللي يحدد احنا شنو نحس فيه. لازم نعرف النقطة هذه. لازم لما انت تسولف مع المريض تعرف المحتوى ومضمون المشكلة اللي مر فيها. بس عشان يعني تكونوا بصورة راح يصير مثل راح نمشي بالتدريج، راح نتكلم معلومات عامة عن الألم وعن المشاعر عن الأحاسيس شوي شوي لغاية ما ندش نظريات الألم لغاية آخر شيء نتحكي شوية تطبيقات عملية شلون نتعامل مع المريض. وهذه نقطة مهمة فكر فيها دائما فكر فيها ان نظرة بكت الياهل وطقه بالعكس خلتها يستانس اعطته حنان. So what is BAIN? National Association for the Study of BAIN تقول ان الألم هو عبارة عن مجموعة من الأحاسيس والمشاعر والخبرات الغير جميلة مشاعر أحاسيس وخبرات مشاعر ها أحاسيس شاعر كرر مرة ثانية سيكولوجي حطوها في بالكم. Associated with actual or potential tissue damage مو يعني مو شرط ان كل الم نحس فيه لازم يكون نشوف جدارنا جرح او انا امثلتي راح تكون عن الباك بين وايد انا تخصص راح تشوف ديسك ولا مصيبة صايرة بالظهر ان شاء الله مو شرط اوكي سيكولوجي سم تايم هذه وايد يسولفون عن السالفة هذه شوفوا لاعبين القدم وحتى في بريطانيا وايد مشهورة الركبي عندهم لعبة عنيفة سرعة لاعب ركبي عملاق اذا دعم فيك سرعتها 300 كيلو متر بالساعة 250 كيلو متر يعني سيارة دعمتك ويطيح ويتكسر زين بس اذا قول يطبون عليه كم 17 لاعب ويقوم يركب عقبها زين شلون هني تعوض شلون هني ليش ما تعوض؟ لاعب كرة القدم يدش عليك سلايد تتعوض تقوض يطبون عليك ربعك ويطقك على راسك مستانس ما فيك شيء محتوى الفعل اللي صار هو اللي يحدد انت شنو تحس فيه. So importance of pain. Our function. الألم له وظائف. الألم مهم. Prevent further injury. لو واحد تعور شقة ريله يحس بالعوار شنو راح يسوي العوار؟ راح يوقفه. انت ماشي على شوك مثلا ولا ماشي على جمر مثلا، عندك عوار راح توقف. اذا ما عندك الم ما تحس راح تكمل راح تزيد الاصابه عندك. Teach us
what not to do. وايد مهمة النقطة هذه. شوف الألم هو عبارة عن خبرة، خبرات. زين؟ أول الصورة المشهورة وش اسمها؟ شلون الناس تعلموا أن النار تحرق؟ يمدون إيدهم، حرقتهم النار، حط في باله أن النار تعور. ترايل أند إيرور، تجربة وخطأ. مشكلة في ناس أوفر بروتكشن حق عيالهم، يحمون عيالهم. لا تسوي كذي. شلون ولدك راح يتعلم؟ شلون راح يتعلم اكسبيرينس؟ مو بس ألم، خمدشها وايد شغلات. الأوفر بروتكشن، الحماية زايدة عن اللزوم، والحرص زايد. أوكي احنا نعطي نصائح طبية ولا تسوي، بس في حدود. اكتشف الحياة. الحين احنا الأبو ولا الأم إذا بيعلم ولده شلون يعتمد على نفسها، يعطي فلوس يقول روح اشتري خبز ويعطي طاقة، يعطي سوبر فيجن، ها؟ اكسبيرينس. تخلي ولدك رياله، او مثلا تقول الام تجيب بنتها يلا تعالي ساعديني مثلا خلينا نسوي كيكه ولا نسوي شغله كذي. ما تقول لها بالفرن، بس تعطينا عجين، قول لها حطي اكسبيرينس، تعلمها. هذه نقطه وايد مهمه. الالم يعطينا اكسبيرينس، يعلمنا ان مستقبلا احنا والله ما اقدر امشي على شوكه، لان الشوكه راح تعور ريلي. اللي ما يدرب مالت شكه الشوكه او ضربة الشوكة راح يمشي مرة ثانية، راح يعور نفسه. teach us what not to do، تعلمنا شنو ما نسوي. enhance healing process، أكيد إذا واحد عنده جرح وصار التهاب في الإيد، راح يصير التهاب، وبعدين شوي شوي يصير تليفات ومش عارف إيش كذي. الألم راح يمنعه إنه يحرك إيده، فيخرب عملية العلاج. عشان كذي احنا وايد نعارض سالفة ان لاعب كرة مهم عندك طق ابره ولا روح له عنده اصابة، وايد تصير الانكل لاف عنده يثبتون له اياه بلزاق ويطق ابره ويقول له روح له. الابره مو علاج، انت سكنت له الالم بس قاعد تخرب العلاج ماله. في عالم السبورت المحترف ما في وايد اهتمام في حياة اللاعب بعدين. انا عندي لاعب شاريه بفلوس، بعد هذا برا في فلوس في تامين صحي، بعد احنا مساكين يعني. فهدر الالم ويلا روح العب. لاعب يعتزل عمره 35 سنه او 32 سنه، خشونه بالركبه، تبديل مفاصل، تنتهي حياته. Nobody cares. فهذه نقطه مهمه، ان انت كفيزيوثيرابيست تفكر خارج الصندوق، وتصير عندك الشجاعة أن تقول حق اللاعب هي مو سالفة عندك رباط صليبي ويبي لك 6 أشهر، أنا أقدر أهلك، بس أنت صار لك 3 إصابات رباط صليبي، شنو تبي تسوي في روحك؟ غير رياضتك خلاص. أنا أقدر أعالجك، بس أنا عندي نظرة إلى قدام أن أنت ما تصلح لك الرياضة هذه خلاص. كرة القدم انتهت بالنسبة لك. عندك الشجاعة ولا ما عندك الشجاعة، لازم تتخذ القرار أن أنا ما أمشي على أوردرز وخلاص. أنا قاعد أتعامل مع إنسان وأفكر إلى قدام، مو بس اسوي له ريهابليتيشن وخلاص وامشي كيف تدبر روحك. ف enhance healing process. اوكي قصه رقم 2، قصه سايق التاكسي. هذه وايد مشهوره في بريطانيا القصه، دائما يقولونها في محاضرات الالم. هذا سايق تاكسي بريطاني عنده عوار في كتفه وفي ظهره 15 سنه. جرب جميع انواع العلاجات اللي موجوده اللي تتخيلونها واللي ما تتخيلونها. كل شيء سوى، الالم موجود، مو راضي يروح. في يوم من الايام عيد الشر عنكم كان يسوي حادث سياره وفقد الذاكره. هذا هو دور المستشفى. الطبيب قاعد يقرا الملف ماله، يا مستر فلان شلون عمر كتفك؟ ماكو عمر. مكتوب بالملف ان انت عندك 15 سنه الم في الكتف، ارفع كتفك. هوب ظهرك ما في شيء. مع العلاج النفسي والادويه استعاد ذاكرته. شنو رد؟ لا لا والألم، أوه كانت في عورني، يمكن عشان ذكر مرته. هذه واحدة من الشغلات راح نتكلم عنها بعد شوي، أن المخ يخزن ذاكرة، يخزن معلومات عن الألم. عشان كذي مو زين نسكت عن الألم وايد، راح نتكلم عنها بعد شوي. بسرعة هذا البارت يعني وايد تجي ما أحبه. Anatomy and physiology، عندنا نوعين من الالياف العصبيه، خلينا نقول اللي تستقبل الالم وتحس فيه. عندنا A دلتا faster than C fiber، عندنا نوعين A و C، A دلتا و C fiber. واحده تاخذ الاشارات العصبيه السريعه عندك امتحان، وثانيه تاخذ الاشارات العصبيه، والثانيه تنقل اشارات الالم بصوره ابطأ. زين؟
بس في نقطة مهمة أنا هذه كلها مو في نقطة مهمة بكم طلعنا أنا هذه مفيدة في حياتنا. شوفوا ال الأدلتا الفاستر مسؤولة عن كولد البرودة، والسي فايبر الإشارات العصبية البطيئة ثيرمال. منو ما يحب البرد هني؟ منو جسمه بسرعة يتهيج للبرد وكذي؟ ها؟ البرد مزعج، البرد مزعج. تدرون أن الجهاز العصبي يصير وايد حساس بالشتاء، الآلام تقوم تطلع بروحها، المرضى يزيدون بالشتاء لأن البرد يخلي الأعصاب وايد حساسة. وأصلاً في جسم الإنسان المستقبلات الحسية المسؤولة عن الإحساس بالبرودة تقريباً 6 أو 7 أضعاف عن الحرارة. عشان كذي البرد يتعب الإنسان. عشان كذي الشياب يقول لك الدفع عفا. ها؟ ترايل أند إيرور. ما يدرون المساكين بس هي طلعت معلومة طبية. فالبرد فعلاً مو زين، البرد فعلاً يزيد الألم. البرد الزايد يهيج الاعصاب يخليها تسوي فايرنج بروحها، تعرف تسوي فايرنج بروحها؟ يعني انت مرات تكون قاعد فجاه تشوف تحس عوارض بكتفك. لان الاعصاب وايد متهيجه في قسم البروده، طبعا اتحكى انا عن الحالات اللي عندها الم قديم طبعا يعانون منها وايد، اللي عنده كسور وهو لابس جبس يتعب بالبرد. لان مكان الكسر يصير وايد حساس. اوكي، فيرست خط الدفاع الأول في جسم الإنسان عن الألم هما المستقبلات الحسية اللي على الجلد، النظر، الأذن، وحاسة الشم. أول ما تدوس تحط يدك على شيء حار أو بالغلط تحط يدك على شوكة ما راح تفكر شنو هذا؟ أوه شوكة. راح تشيل يدك أول شيء. أوكي؟ أو مثلا تشوفون في اللقطات المضحكة يحطونهم واحد واقف قدام قفص عناكب وتب كرامة بحديقة حيوانات، قفص كلها ثعابين ومش عارف ايش، فجأة ينزلون له حية. شوف سوي كذي. النظر خط دفاع، أول شيء أنت تحمي نفسك. أول ما الإنسان يمر في مرحلة الخطر الصجية عقله يصير له شت داون، يطفي ويرجع إلى العقل البدائي القديم اللي ما في تصرف، اللي هو مبدأ السرفايفل، أنه يعيش على قيد الحياة وبس. لثواني بعدها يرجع ايا كان دكتور، يرجع العقل المثقف. بس اول ما الانسان يمثل مرحله الخطر ما يفكر، يحمي نفسه اول شيء. حراره، قرصه، تشم ريحه، انت قاعد وتشم ريحه حريجه شنو احترق؟ بعدين طالع راح تحكي شوي بعدين تقيم، لا والله ماكو شيء، قرطاس محترق او شيء. فهذه نقطة مهمة احنا لازم نعرفها، ان الفيرست ديفنس لاين هم الاعصاب اللي على الجسم. وهذه مهمة وايد. ليش؟ حق الفيزيوثيرابيست من ضمن الريسبتورز هذيلا البروبيوسبتورز اللي بالمفاصل، المستقبلات الحسية مالت المفاصل وين ما كان موقع المفصل مالك. بعد أي إصابة شو يصير؟ الريسبتورز هذه المستقبلات الحسية هذه تروح تتدمر. واحد عنده إصابة بالركبة وعنده إصابة بالظهر تروح هذه المستقبلات الحسية. شو يصير في المريض؟ ما يعرف هو ظهره صح ولا لا. اللي جرب اصابات قويه مثلا في الركبه او في الانكل اول شهر شهرين لازم يطالع الارض، ما يدري وين مكان ريله، ما يدري انا حاط ريلي صح، حاط الانكل غلط، داي صح داي غلط. هذه تحطها في بالك في الريهابيليتيشن في العلاج. اخر مرحله لما تخلص وتعالج المريض ما تقول اروح بيتكم، الدخل يسمونه ما ادري سمعنا يسمونه بروبي سبترز اكسرسايز، بالانس اكسرسايز، كوردينيشن اكسرسايز. لازم تدخل له تمارين التوازن، تمارين حق المستقبلات الحسيه هذه مالت المفاصل لازم تمرنه. هذه وايد يتجاهلونها. يعالج المريض وات ايفر شنو الترا ساوند هات باك اكسرسايز، صار ظهرك زين ماكو عوار يلا بيتكم. اوكي هو ما يدري المريض، بس انت تدري انه ما يحس هو عنده مشكله، انه باكر ممكن يلف غلط وهو ما يدري انه لاف غلط. هذا انت دورك
لازم تسوي لها تأهيل وتمرنها. ستوري نمبر 3، هذا الحادث، هذه القصة، أنا كنت أشتغل بالآي سي يو بالعناية المركزة في الكويت قبل أروح بريطانيا. هذه القصة صارت نفس الفكرة، مالت القصة صارت مع مريض معي بالكويت وصارت مع مريض في بريطانيا. واحد من الشباب الله يكافيكم شر رايح الشارع، ماخذ سارع رايح رد ودايس 180 180، كان يسوي حادث ويدعم سيارة ثانية، والسيارة الثانية هم فيها شاب. هذا الأسبوع اللي كان مريض عندي سيارته، هو قاعد سيارته احترقت، قاعد يشوفها تحترق وهو داخل السيارة وطريق الشارع، بطل الباب ومشى مشى مشى طاح 15 متر. بالعناية المركزة المريض العظام عضلات فخذه والأعصاب كلها متكسرة، يعني مو شرخ، الفخذ مكسور وطالع، شلون قدر يمشي؟ ها؟ أدمن شدام سرفايفر. ما تفكر وايد في الحالات هذه، مخك يوقف تقيد، بس تصير بدائي، سيارة قاعد تحترق لازم أنقذ نفسي أطلع من السيارة، انتهى. 30 ثانية أو دقيقة أدري ليش أطلع، خلاص انتهت السالفة. هذه واحدة من مميزات اسم الإنسان شلون يتعامل مع الألم، يعني ما شاء الله سبحان الله قدرة الله. يعني حالة ثانية اللي جبناها في بريطانيا وأصعب، وكانت يعني هذا يقول عظام، هذا صبي نفس الشيء سوى حادث وطلع وأنقذ نفسه، بعدها اكتشفوا بيتشر عنك مشلول، حبل الشوكي مطقوق عنده. شلون؟ ستيل قاعد يسوون ريسيرش، بس يعني الاسعاف لما جت قاعد ينقلون الحاله، يعني يقولوا احنا شفناه طايح مسافه من السياره، يعني صبي ماشي متحرك معناته. فهذه واحده من مميزات جسم الانسان، ان مرات الجسم والعقل يطفي في سيستم سوفت وير داخل جسم الانسان انه بس ينقذك من الخطر. فهذا يعني شيء عجيب الانسان فعلا، اذا الواحد دش داخل الانسان وقام يقرا عنه ويطالع شيء عجيب يعني. So inside our body. احنا مثل ما قلنا، اول ما تصير المشكله رده الفعل او اللي راح يصير الايفنت راح يصير تو ايفنت. اول شيء راح تحمي نفسك من الخطر، انت دست على شوكه عشان ترفع ريدك، هذه الاشارات العصبيه تروح حق الحبل الشوكي تعطيك ريفلكس سيده، في اشارات عصبيه ثانيه تروح حق المخ، هنا المخ عاد يقوم يحلل الحركه، لما ترفع ايدك المخ يفكر يعني هل تسوى اصرخ ساعه مثلا؟ او مثلا هل خطر يعني ولا مو خطر؟ فهو يقيم مثلا والله لا كلها شوكه. بالعكس، لان انت تخيل ان انت ما عندك هذا التقييم في المخ. تخيل انت ساعه كامله تعيش على الالم مال الشوكه اللي هو الالم نمبر 10 مثلا. ما تقدر. ف كذي يصير في جسم الانسان، ان اول شيء تستلم الاشاره العصبيه، وبعدين في اشاره ثانيه تروح حق المخ، المخ يقيم. هذه نقطه مهمه، تقييم المخ حق اللي قاعد يصير واللي راح تسويه تعتمد على خبرات الانسان. مثلا اللي يخاف منو في فوبيا من العناكب؟ يخاف من العناكب وايد. في فوبيا، ها؟ فوبيا يعني وايد مصيبه يعني. في مثلا فوبيا من العناكب، اول ما تشوف عنكبوته يعني، او مثلا تشوف عنكبوته تمشي عليه، يوصل مرحلة نمبر 1 انه ينفضها، نمبر 2 يهستر. بس ممكن يغمى عليه، ممكن يبكي. اللي عنده خبرة ما يخاف من العناكب، يشوف عنكبوتها تمشي على يده ينفضها، بعدين اوكي يصير عادي، او ممكن مسح عليها. هذه اكسبيرينس، هذه وايد مهمة الاكسبيرينس، لان الانسان يتعلم. مرة ثانية حطوها في بالكم، انسوا شوية الألم. اكسبيرينس تتعلم، اي موقف يمر فيه الانسان، اي تجربه تمر فيها، حد قال لك كلمه مو زينه، صار لك موقف، لا تعديها، مو يعني لا تعديها طقه، يعني لا تعديها، انت قاعد بينك وبين نفسك قيمها، تعلم منها، انا شنو الغلطه اللي سويتها اللي سببت لي الرياكشن هذا. واحد قال لي كلمه مو زينه، عصبت ورديت البيت ما يخلق ادرس وما ابي اكل وما ما تسوى. تتعلم منها وقيم، فانت اعرف هل انا حساس زياده ولا هل انا لازم ما اتعامل مع الناس اللي بالشكل هذا. قيمها علشان مره ثانيه اذا مريت في نفس التجربه، واحد انت مسوي رجيم وذابح روحك، يلا اضعف، لازم خفيف اضعف بعد، لا
لا تشرح خلاص قيمها، تعلم من التجارب. نقطة وايد مهمة لازم نحطها في بالنا، أن التجارب اللي تمر علينا لا نخليها بس كذي، أوكي الألم تجربة سريعة المخ يخزنها، بس التجارب اللي احنا نمر فيها لا نعديها. حطها في بالك، تعلم منها، استفيد منها. أوكي هذا الأكشن بوتنشل أنا وايد أحبه. شكله ما بيمشي، شكله يخرع. الأكشن بوتنشل هو كل تصرفاتنا في الحياة، الانفعالية هو الأكشن بوتنشل. الأكشن بوتنشل هي لحظة الانفعال في أي شيء. أعطيك مثال بعدين مثال بسيط بعدين ندش على العلم. أعطيك مثالين. أول مثال، أنت شباب منو يشجع الهلال؟ من يشجع النصر؟ شباب النصر شوي بس الله يحفظه. فأنتم الحين تقاعد الحين والنصر فازوا عليكم، ها؟ فزنا عليكم، أوكي مبروك. ستيمولس ها؟ والله فزنا عليكم، أوكي. إيش قاعد يصير؟ قاعد تزيد، ها؟ أوكي. يا الفشل، أوكي. لغاية ما توصل فايلينج خلاص ها؟ فزنا عليك ارتاح. That's it. ما اقدر خلاص انا صار لي فايلينج. اوكي؟ او هذا موقف صار مع واحدة من الزميلات تسولف، ما هي يعني ما يعني شغلة خيالية مو موجودة في عالم الإناث، ما تشتهي واحدة ثانية، اوكي؟ هذه ما تشتهي هذه، اوكي نمبر اي خلينا نقول الفيكتيم شاطرة بالفاشن وبالستايل وكذي، ونمبر بي مو شاطرة، فاثنيناتهم انعزموا على عرس. فبي تبي تقلد اي خلاص. وهذه ما تشتهيها، يعني اي كل ما تشوفها تعفس وياها. ستيمولس تتراكم مرة مرتين ثلاث أربع، لا راحوا العرس اكتشفت ان بي شارع نفس جوتيها. That's it ها؟ على قولتهم اكشن بوتنشل صار فايرنج. بالفايرنج بالاكشن بوتنشل في شغلات اسمها تريجر. شباب اللي عندهم سيايير سبورت يركبون شغله مثل التيربو او شو اسمه ها، تعطي واحده تفتح عندك. الانسان في شغلات اسمها تريجر، احنا في ستيمولس في مهيجات تتراكم لغايه ما نوصل مرحله الانفجار. بس احيانا تمر على الانسان في شغله مهيج خلاص ما في، يعني انت بدل لا تحتاج، نفترض بدل لا تحتاج 10 كلمات تنرفزك عشان تنفجر، راح يكون 1 2 3 الرابعة كلمة أنت ما تحبها راح تخليك تنفجر. زين سمونها تريجر. أعطيكم مثال، تريجر وايد منتشرة في حياتنا. تكرمون يعني واحد طالع وتكرم والد البيت، أول ما يشوف الحمام تكرم الحصن. أو مثلا في شباب أنا أعرف ناس أول ما يشوف الثلاجة يجوع. تريجر هو يوعان مسوي رجيم، بس يعني اوكي انا بعد اقدر اتحمل 4 ساعات. رايح من الدوام ومضبط اكلي والوالدة مسوي عيش، فكر انت تشوف عيش تشم ريحة الطباخ الزين، تريجر. تيوب الفراش تريجر. في ناس يقول لك انا تعبان بس اوكي اقدر اتحمل، بس من تشوف الدنيا ظلمة وفراش وكذي يطفي. تريجر يرتبط في عقل الانسان. مثال بسيط على الاكشن بوتنشل اللي وايد دايخ، شوفوا اليهال في العزيمه اذا كان تعبان. 1 2 3 يطول اب لا يصير فايرنج. وش اسمه تبي تسوي له تريجر قوي، طفي الليت وسوي هدوء. 1 2 ينام خلاص. اوكي فهذه النقطه لازم نعرفها. شنو احنا يفيدنا؟ شوفوا في البدايه الطرف اللي على اليسار شلون يبدي يتدرج الالم عند الانسان. في النهاية ينزل ويصعد. هذيلا وايد مهمين. مو كل ألم ترى يحوش الإنسان طقة سكينة، ما يمديك إن أنت تقرأ المؤشرات. ترى جسم الإنسان يعطيك مؤشرات. ستيمولس يتراكمون. أنت يا أن أنت كإنسان يعني تفهم المؤثرات اللي على جسمك، أو تعلم المريض مالك عوار خفيف بالظهر، أو مثلا حد إن مثلا أول ما أقوم من النوم عندي عوار يطول مثلا 10 دقائق. عقب يومين قام يطول ربع ساعة، عقب 3 أيام ثلث ساعة، نص ساعة، ايش ناطر؟ ستيمولس قاعد تتراكم عليك لغاية ما توصل مرحلة
ما تقدر تقوم من الفراش، صار فايرنج. انت كانسان لازم تتعلم تقرا اشارات جسمك، لازم تعرف جسمك شنو قاعد يقول، في شغله غلط قاعد تصير. مثال وايد اتكلم عنه، يروحون السوق شوبينج وبعدين وانت تمشي في السوق فجاه تحس ظهرك من ورا تعبان. خلاص ليش تكمل تتسوق؟ بعدين ترد البيت وظهري عم تعال تركوني. جسمك عطاك مؤشرات، اقرا مؤشرات جسمك اتبعها عشان تمنع الفايرنج، تسيطر على المشكله من بدايتها. لان اذا صار فايرنج صعب تتعامل، الانسان في الاكيوت ستيج اول ما تصير الالم صعب تتعامل وياه بس مسكنات. واخر شيء هذه وايد مهمه حق الفيزيوثيرابيست، الالم ترى ما ينزل مره واحده شاب. انت اذا يجيك مريض تعال الجلسه الاولى تمام، الجلسه الثانيه شغل عدل، الجلسه الثانيه دكتور انت ايدك خير وبركه، الجلسه الرابعه يجيك انت شوت فيني يا للعبا ما سويت لك شيء، انا قاعد اطبق نفس البرنامج. الالم عمره ما ينزل صفر بس بالمسكنات، الالم الطبيعي والعلاج الصحيح ما ينزل صفر، ينزل من 10 9 8 7 يصعد 8 ينزل 6 يصعد كذي شكل. هذا لازم نحطه في بالنا، ان انت لا تتحف لا تتحبط اذا انت ما رايك المريض، لان هذا المريض الطبيعي، الانسان الطبيعي ان الالم ما ينزل عنده صفر، اي ويصعد اي ويصعد اي ويصعد. حتى انت اذا كنت كمريض خذيت العلاج يوم يومين في تحسن، يوم قعدت من النوم حسيت نفسك مو وايد مرتاح مو وايد مسلم، لا تتحبط عادي، هذا طبيعي جسم الانسان يسوي ريزيستنس، مرات يقاوم الدواء يقاوم العلاج بعدين مره ثانيه ينزل، نفس ترى نفس الرجيم، نفس اللي ينزل وزنه، ينزل 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 وزنك بعدين يوقف، تركض على البحر، خفف اكل، تقعد بالشمس، ما تاكل كلينكس، ما ينزل وزنك. سوينا ياكل كلينكس. لان الجسم يقاوم، هني لازم احيانا مثل سوينا تريك، تحتاج تزيد وزنك نص كيلو او تغير نظام اكلك او شيء، رد مره ثانيه ينزل. هذا طبيعة جسم الإنسان، هذا شيء طبيعي. أوكي. صارت من أربعة. شاب في بريطانيا عنده ألم مزمن في رجله، مو عارف له، ممكن كان restless leg syndrome، الألم اللي بالليل العوار يجي ما تدري، بس هو يصير مشكلة في الجهاز العصبي. المهم عوار وايد قوي وما عنده صبر الأسبوع هذا. عوار 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 خلاص عالجوني عالجوني، اصبر في الحلال ما في. يروح وش اسمه؟ يشرب يا رب الله، يشرب 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 لطفل. كان يروح محطة القطار ويربط ريله في محطة شو اسمه ويضرب القطار ويقص ريله. تحت طلع شنو رابط ريله زينه. هذا كتبوا عنها بالجرايد وقاعد رابط رابطين ريله كذي مكسوسه والله متحسب يقول يلا ربطه ثانيه. احيانا الالم يقود الانسان الى تصرفات مجنونه. اللي يتعامل معه ويا وايد مرضى وعنده انسان عنده الم مزمن راح يمر عليه واحد فقد الامل مستعد يسوي اي شيء. يدوس يشوفونه لو احتاج يدوس على ظهره فيل، انا كان عندي مريض خلاص مستعد يسوي اي شيء عشان بس يفتح الالم. زين عشان كذي احنا محتاجين نتطور، لان العلم تطور. شوفوا سماعه الطريق شلون كانت اول، هذا بعد زينه، هذه اول كان يحط اذونه على صدر المريض بعدين تطورت. طبعا هذه شويه فني بس هذه السماعه اللي فيها ام بي 3 ستسكوب في ام بي 3 فانت اي ستسكوب موجود تطلبونه اون لاين في ام بي 3 يسمع، واذا طقت شبك تطق بلاي وتشغل اي شيء تبي، ما حد يدري ايش السالفه. شلون صدر المريض؟ تمام؟ اوه على كيف كيفك؟ تبي تسمع عليه باكر؟ وهذه هذه ترى واقعيه. قبل المخدر كان يخدرون المريض عن طريق ضربه على الراس في منطقه ربه. فاول عمليه دوده زايده تاخذ تقريبا 35 ثانيه. خلاص. بعدين تطور صار عندنا مخدر، فكل شيء قاعد يتطور. فالاولى انه مو بس الاجهزه تتطور، احنا تفكيرنا يتطور، نظرتنا للالم تتطور. هذه وايد مهمه. بكل بساطة عقل الإنسان عنده منطقة حق كل شغلة في جسم الإنسان. الأصابع عنده منطقة مثل أنا أحب الآيفون ما أحب مثل الآيفون.
ينزل لها ابلكيشن. الاصابع ينزل لها ابلكيشن. النظر عندها مكان. والمنطقه اللي تستخدمها وايد او تحتاج تستخدمها وايد تكون اكبر ممثله في العقل. الاشخاص البصيرين الكفيفين اللي ما عندهم نعمه البصر، العين تاخذ مساحه كبيره من المخ. فلما النظر يروح تكون المساحه هذه فاضيه. فاذا كان شاطر واستخدم ايده وايد او استخدم الحاسه اللي عنده تاخذ غير مساحتها اللي ما تريد، تاخذ مساحه العين فتصير وايد دقيقه. عشان كذي تشوفون الاشخاص اللي مثلا ما عندهم ايد يقدر يسوق سياره ويصلح ساعه بريولها، لان عنده منطقه وايد كبيره في المخ حق الريد يقدر يتحكم فيها احسن من الانسان العادي. ميزان الله يعوضه. زين، مثال ثاني، اللي متعود يلبس ساعه، عنده مثلا ساعه يحبها يلبسها وايد وايد كل يوم، يلبسها الصبح الظهر بالليل العصر، يوم من الايام نساها، ما يدري شنو نسى، يحس في شيء غلط. شنو الناس احس ايدي غلط؟ ليش؟ لان انت لما لبست الساعه البارو ريسبترز اللي هم المستقبلات الحسيه مالت الضغط واللمس كله تبرمجوا ان في شيء فوقهم. فعقلك تبرمج ان الساعه جزء من جسمك، فاذا فقدتها راح تفقد شيء كأنك فاقد شيء. نفس الشيء الالم، هذه وايد مهمه حطوها في بالكم. اي الم كرونيك بين ثلاثة اشهر او أربعة اشهر، السالفه مو سالفه الم بالظهر، عندها منطقه في المخ هي منطقه الالم. لما يصير عندك الم مده طويله، الم مزمن، المخ يحط لك منطقه اسمها منطقه الالم. فلان يم العين ترى عنده منطقه اسمها منطقه الم الظهر، خلاص. من يوم رايح الم الظهر ترى صار جزء من جسمك. سالفه مو سالفه بس علاج الحين طبيعي او اعالج العضله. في كوجنيتيف، في مشكله في العقل صارت، مو بينوم، المخ حط له منطقه الم. عشان كذي اسوي عرض ولا اكسبت شنو هذا؟ شات شنو هذا؟ الاونلاين ما اصك عليهم؟ اوكي. عشان كذي الكوجنيتيف ثيرابي، العلاج الذهني، لازم الحين في بريطانيا العلاج الذهني الكوجنيتيف ثيرابي، الكوجنيتيف بيهيفير ثيرابي جزء، ويدربون فيه الفيزيوثيرابيست، يدربون فيه الستاف، لازم تعرف تسوي العلاج الذهني. الحين عاجبك ولا مو عاجبك كيفك. دراسات ومرضى اثبتوا ان اي مرض بعد ستة اشهر عندك مشكله هني. لاحظ اللي تعامل ويا مرضى عندهم الام مزمنه 15 17 سنه ما يروح العوض. ما يروح العوض. شنو تسوي؟ يجيك يوم يومين ويروح العوض ويرد مره ثانيه، ويرد مره ثالثه، لان الالم صار جزء من جسمه. لازم تتعامل معاه هني الحين، السالفه مو سالفه خشونه بالركبه ولا عوارض الظهر. تناقشت بالمساله هذه بالكويت وسالت وايد من الزملاء، لا متخصصنا ويا عمي احنا يا عمي مو يا عمي في قطار قاعد تتطور. تبي تتطور تركب القطار. مو عاجبك كيف، بس لا تتحلطم. ليش تقول العلاج مو فعال عندنا؟ لان هذا اكتشاف جديد الكل قاعد يتكلم عنه، لازم وبسيط، لازم تهتم فيه، لازم تدخله حق طلبتك، مو خسران شيء. العلاج السلوكي وايد سهل، كورس تدرب فيه الطلبه وتطورهم لما يتخرجون، راح يكونون عندهم the ability to think outside the box. مو اذا يعني مريض وحاولت معاه ست جلسات والله حجي ما كفى صرت سكراب اطلع. I can't think something. ادري هذا مو مشكلته مو ظاهره، هذا مشكلته هني. اقوم هني استخدم تكنيكس تو هيلب هيم، او على الاقل دخل واحد يساعدك في علاج السلوكي. استخدم دخل واحد، يعني احنا للحين عندنا في الوطن العربي السايكو ثيرابي والعلاج النفسي حق الميانين. وايد تصير تكلم واحد تقول له مثلا، وايد تصير يقول لك حالات وكذي، تقول له حجي يا حجيه ترى شايب او شو اسمه ترى مو عنده مشكله، احترم نفسك. ما احترم نفسك، الوالد مو مين، ما قلت مينون، لازم نتطور. فهذه نقطه وايد مهمه. ستوري نمبر 5، ساعه كم الحين؟ انا ما عندي ساعه. سبع. اوكي بعد شوي ربع ساعه. ونص قالت صح؟
اللي عندهم اطفال هذه دراسه وايد حلوه سووها في بريطانيا وايد عجيبه. يقول لك الياهل وقت التطعيم او قبل التطعيم عطى سمثينج سويت، عطى شيء حلو يخفف او يسوي الالم صفر وقت التطعيم. وايد حلوه هذه الشغله، وايد جربوها نتائجها وايد حلوه. تعطي جلي او تعطي شويه عصير مثلا او لحسه سكر او شيء كذي راح تريحه من العوار. فهذه يعني دراسه وايد حلوه وممكن تجربونها حق اي احد عنده اياها بالله. فانتوم بومبيت عفونه من سامع عنه؟ سامعين عنه؟ وايد مهم هذا الالم، وايد وايد مهم. الشخص بعيد الشر عنكم والله يشافيهم، اللي عنده بتر الجزء المبتور يحس فيه بكل بساطة. بعيد الشر عنكم نفترض ان انت شايلين اصبعك هذا، ما عندك اصبعك هذا، وانت قاعد طالع التلفزيون تحس حكه فيه، تبي تحكه، شو تحك؟ هوا. ماكو شيء. زين هذه حكه. اخر اللي جاب بصري لو حاشته حكه اكيد مر بنفس المفهوم. اللي حاش اللي مر بجيب سينه وحاشته حكه، انا كيف مدخل شو اسمه؟ قفشه سين، صح؟ هذه حكه، فما بالك الم، جرح. يحس ريلة مقصوصة يقول أحس شيء، أحطه قاعد يطقني بسكينة. زين شلون تعالجه؟ شو تسوي له؟ شلون من لحد يصبدي؟ أوكي؟ فنتحكي سريع سريع جدا. هذا فانتوم لمبين في ثلاث نظريات تتكلم عن الألم اللي يسمونه ألم يسمونه ألم الشبح. اول شيء ان انت لا زال عندك منطقه في مخك حق المنطقه حق الجزء المبتور، اذا ريلك مكسوره لا زالت الريل ممثله في الراس، فاحيانا يصير لها فايرنج يطلع فيها عوار، مثل اللي شو اسمه مثل اللي عنده مشكله في الجهاز الهضمي وحوش عوار بالظهر او عوار بالكليه لانه يتشاركون في نفس الاعصاب، يصير تشخيص غلط. نفس الشيء النظريه الثانيه تقول النيرف اند عقب ما يقصون لي ويتفسون شو اسمه ويسكرون هني اخر الجلد في شويه اعصاب باقيه تابع حق الريل، وهذا بروحه شغاله ترسل فاير تعطي فاير. وفي نظريه ثالثه تقول انه هو شيء بالحبل الشوكي، وهي ثلاث نظريات كلهم 50% قويه فنقدر ناخذ فيهم ثلاثه. اوكي. الميرور نيورون مرار النيورون هذا جهاز عصبي جديد اكتشفوه في التسعينات. ان انت اللي يعني شيء لوجيك راح تقول باي ايش دعوه توهم مكتشفينه؟ ان انت اللي تشوفه ينعكس على جسمك. التصرف اللي انت تطالعه او البيهيفير اللي يصير انت تطالعه. مثل الريسيرشات سووها مثلا بعض الريسيرشات ان انت تتمرن بايسبس يمين القوة مالت اليسار تزيد شوية بس تزيد قوتها. ما مرت اليسار. مرت. وين مكان وين مكانها وين موجودة؟ في المخ من فوق. يعني ما ادري يبين ولا لا في الرسمة هذه اللي على اليمين، يعني يقولون في المخ موجودة فوق. جهاز عصبي يشتغل عن طريق النظر. عن طريق النظر، وهذا المرر النيورون الحين عليه ريسيرشات وايد، ابحاث وايد قامت تفسر وايد تصرفات من جسمنا. ابسط مثال، اذا انت عندك عوار في ظهرك يمين، ها هذه انا كنت في مؤتمر في اسكتلندا شهر 10 تو حطوا الدراسه هذه. عندك عوار في ظهرك يمين مو طنشته مو قاعد تعالجه عدل او العوار ما زال مستمر شوي 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 تبدي تحس يمين بس برقبتك عندك بظهرك برقبتك قاعد ينعكس فوق طنشته بدا ينتقل يمين تحت يمين فوق يسار فوق ها ياخذ الجسم كله لغايه ما يطلع لك عوار بالجهه الثانيه نفس الالم بالضبط. هذا المرض نيورون ان الالم يبي ينعكس من مكان لمكان ينتقل من مكان لمكان. عشان كذي احنا ما ننصح ان واحد يقول انا قوي لازم اتحمل الالم وايد انا يقول باي باك انت راح تدفع الثمن بعدين مرر النيورون راح يشتغل through observation and live experiences. اي مثلا يلعبون رياضه يلعبون كره قدم يتعلمون
خلال النظر انت تتعلم، تبدا تتعلم الحركات، تبدا تتعلم بس من النظر، وهذا بدا تتفشل تصرفات الانسان. ان احنا اذا ما اهتمينا في تصرفاتنا، ما اهتمينا في شنو قاعد نسوي، ما اهتمينا في منو نقعد مع منو، ربعنا منو، علميا نثبت ان قاعد راح ياثر على تصرفاتك. Observation and cognitive activity lead to motor action. اللي تفكر فيه راح ينعكس على حركاتك. أول يقولون مقولة ما أدري من كان يقولها بوذا، ما شنو انتبه لتصرفاتك لأنها ما أدري شنو انتبه. خلاص علميا الحمد لله الأفكار اللي تتبناها والاعتقادات اللي تصير في مخك راح تبدأ تطلع على جسمك ليترا. مرة ثانية نكرر. في ناس يا عمي زين، لأن راح تحكي عن نظرية مهمة وايد يؤمنون فيها. اثبتت علميا وموجوده، تبيها تبيها، ما تبيها انت اللي متضرر. مره ثيرابي از افكتيف فور كرونيك بين اند فانتوم نون بين. اوكي، العلاج اللي هو استخدام المنظره وايد علاج حلو. منو يجرب يستخدمه على شي مرضى؟ اوكيبيشن ثيرابي صح؟ ها اوكي، لانه وايد مره ثيرابي بكل بساطه نفترض ان انت عندك الم في ايدك اليمين وما تقدر ترفع ايدك بالشكل هذا. اوكي؟ فيحطون منظره هني بالنص بالضبط وراح تحط ايدك اليسار. انعكاس ايدك في المنظره في المرايه شنها ايدك اليمين. فلما ترفع ايدك اليسار راح تشوف شنها ايدك اليمين تصعد. هذا البروجرام تمرن العقل وتخدع العقل ان ايدك اليمين ما تنجح. بعدين طبعا يطورون العلاج شوي شوي، يعني يقول لك انت ارفع ايدك شويه اليمين وارفع اليسار. مره ثيرابي وايد علاج فعال حق الام المفاصل والالام المزمنه. حق الفانتوم لمبين، حق آلام الشبح اللي تونا تكلمنا عنه، وايد فعال. اوكي. قصة رقم 6. في دراسة تقول إذا منو يروح النادي يلعب حد يتمرن؟ زيرو. اوكي. شوف إذا واحد يتمرن يسوي كذي ها؟ صح؟ واحد يتمرن على اسنانه واللي يشوف الفيديوهات مالت البادي بولدرز المحترفين يكلم الدامبل ايزي ايزي ها؟ او مثلا في سواره او اللي يبغى يغزون ابره يسوي يعصب يغزون ابره. هذه دراسات اكتشفت ان الواحد اذا صرخ او 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 يعني خلينا نقول تنشن تخفف الالم. اوكي؟ يعني هذه يسمونها تريك ممكن انت تسويها احيانا اذا انت وزنك ابره ووايد تخاف من الابره صرخ احسن من فشل. تفضل. طيب قول يعني معليش الكلمه قول يسب اذا بدا كيرسنج. اي كيرسنج. اي هل بعد اي اي ونضم هذه تجربه موجوده على اليوتيوب. اللي بيشوفها موجوده على اليوتيوب. عفوا الشتم او الشغله تخلي الواحد بين ثريشولد تخليه يتحمل الالم بدل لا انت مثلا شكل ابره خفيفه تخليك تعور مع الاصرار وش اسمه تخليك تتحمل اكثر. منو يقدر يسويها عاد؟ يعني صعبه بس هي كترك يو هاف تو خلها في بالك وانت طورها. يعني انت مو شرط يلعب كل اسلوب ولا كذي. انت هي تشتغل ابداع عندك. عندك دراسه تقول ان العصبيه الحين بعد شوي راح اتكلم عن الدراسه الاصليه اللي تكلمت عن النقطه هذه. تفيدك خلاص. انت احيانا يو نيد ات. انت احيانا تمر في موقف مؤلم شو تسوي؟ فهني هني تجي فائده العلم ان تستخدم التركس اللي انت تعرفها والخدع اللي انت تعرفها. كم صرنا الحين؟ وربع؟ بريك؟ اوكي خلاص ناخذ بريك ونرجع بعد البريك ساعتين. لا وسمعوا بريك ثلاث دقائق بس يلا بسرعه. لا ما ادري البريك هل ناديكم بعد شوي يقول لكم بريك ما اعتقد نص ساعه حسب الورقه اللي معطيكم ونرد نكمل. كنا تجربة بسيطة كنا نسويها واحنا صغار زين.
شوف كويتكم بالشكل هذا اللي وده يسمونه بالشكل هذا. هذا حتى سووا بالشكل هذا كذي، اوكي؟ بعدين سووا بالشكل هذا، اوكي؟ كلكم سووا كذي، لا حد يطالع ها؟ حركوا الاصبع الصغير مال ايدكم اليسار. بعدين لازم شوية عشان شو اسمه ها؟ تسوي كذي مرة ثانية وتقول له حرك الاندكس مال هذا مال ايدك اليمين. صعبة ها؟ كروس، فهذه استدي سواها ان ابسط من كذي، استدي سواها ان الايد اذا سويتها بالشكل هذا، بس مجرد بالشكل هذا واستخدمت الامرتين بتنفك المخ يضيق، تقز هني ما يدري انت قاز يمين ولا قاز يسار ولا قاز فوق. بس مجرد ان انت سويت الشكل هذا ما اعطيته ما خليته يشوف. يعني هذه بس دراسات حلوه تبين لك شلون ان العقل سهل تخدعه. في دراسه صار هذه فاتش سوابين 2008 وايد وايد عجيبه. جابوا شخصين قبال بعض، اوكي؟ ولبسوهم، الحين انا لبسوني كاميرا، اوكي؟ لبسوا الشخص الثاني كاميرا، او انا لبسوني نظاره والشخص الثاني لبسوه كاميرا، اوكي؟ انا اشوف هو شنو قاعد يطالع. فهمت؟ يعني هو يعني انا لابس نظاره، هو يطالع السقف، انا كذي قاعد اطالع السقف. هو قاعد يطالع ايده، الشخص اللي لابس كاميرا قاعد يطالع ايده، فلما قز ايده او قز ايده الجهه الثانيه عفوا، يعني الفكره صارت ان لما بدلوا النظر انا جرحت نفسي ما حسيت بالالم، على بالي هو جرح نفسه، عرفت؟ لان صار كل واحد قاعد يطالع الثاني، مجرد انه بدلنا بس النظر مو قاعد يشوف. انا واقف يطقوني بابره ناطر، ايش في هذاك مو قاعد يصرخ؟ وانا اللي جارحيني. مره مرتين ثلاثه لين استوعبت انا قاعد يطقوني بابره. فهذه مجرد استخدام الترك هذه شتت تركيز المخ فسبب الالم او تاخير الالم. هذه نقطة مهمة عشان تعرف ان اذا استخدمنا التكنيك صح سهل ان انت تسيطر على الالم او تلعب بالالم. Cognitive distraction to cope with pain. اذا شتت ذهنك، هذه دراسة كبيرة، تشتيت الذهن يساعدك ان انت تتعامل مع الالم. صرخ، سب، تنقز، كل واحد له طريقة. الفكرة ان انت الحين كمعالج تقدر تستخدم الابداع علشان تسوي حركة تشتت الالم او تشتت التركيز توخره عن الالم. شوف واحنا يا هال او احنا صغار اذا واحد انجرح شو يسوي؟ يسوي كذي صح؟ يشد يوخر ما يطالع، هذه بروحها كافية. او مثلا يسوي كذي يسوي حركة. الانسان اذا قدر يشتت ذهنه في واحد منه احد الصحابة ما يذكرني اسمه اللي طلعه سهم من ريله وهو كان ساجد لانه كان في ديستراكشن. اي او اي عشان بس قدر يشتت فصار في ديستراكشن، والديستراكشن مو شرط يكون بالشيء مو زين. الانسان عنده القدره وصل مرحله قويه من التحكم في ذهنه يقدر يسيطر على الجسم. اول كان من جيل الثمانينات بروسلي ما ادري شنو يقدر يسوي، يقدر يطق واحد بوكس يطيره، سوبر مان ما ادري شنو. بعدين العلم تطور، مو سوبر مان، ولكن احنا الانسان مو قادر يستخدم قدرات عقله اكثر من 10% او 5%. عندنا قدرات هائله الانسان للحين ما اكتشفها في عقله، اذا قدرنا نطلعها مع الوقت الانسان سوبر مان في النهايه، فعلا سوبر مان. هذه دراسه تقول كارتيكال تشينج ان كرونيك لو باك. المرضى اللي عندهم الام مزمنه اللي بساعه سالوا اكتشفوا ان عندهم مناطق في مخهم تتغير. اللي احنا قلنا ان المخ يكون مناطق، الان المناطق تتغير تتهيج. جندر اند بين ريليشن شيب بين جندر اند بين بيهيفير. زين
الجنس او الجنس الانسان والالم هذه وايد عليها دراسات. من هو اقوى الذكور ولا الاناث تحمل الالم؟ شوف الابحاث المختبريه ايش يسمونها تقول ان الذكور يتحملون لحظه مو تعصبون دقيقه تقول ان الذكور يتحملون الالم اكثر من الاناث. الابحاث المختبريه يعني شنو؟ يعني مثلا يجيبون واحد ويضغطون على ايده في جهاز بقوه مثلا 5 نيوتن مثلا، الريال علشان يصرخ يحتاج تضغط عليه مثلا قوه 50 نيوتن، المراه تحتاج ان مثلا 20 كافي انها تتعور. هذا واحد، هذا مش الابحاث المختبريه اوكي، واحنا مو عايشين في المختبر اوكي. بعد شنو اكتشفوا؟ اكتشفوا ان الاناث يعني يبالغون بالالم والله العظيم ما يقولون الابحاث تقول ان مثلا اذا احنا استخدمنا الفيجوال انالوج سكيل اللي هو من 0 ل 10 مقياس الالم من 0 ل 10 يعني تلقى الالم الصجي 6 كم 10 زين كم مره. وبعدين اذا سووا معادله استخدمت الفيجوال انالوج سكيل والنيوميريكال واستخدمت اذر مقاييس ثانيه تقدر يعني تقدر تقارن بينهم. اكتشفوا ان واحد تقول فيه 9 من 10، اكتشفوا ان واحد 6 من 10، اكتشفوا ان واحد 5 من 10 اذا قلبت وسويت تريكس. ما عندهم كونسستنسي فيبالغون شويه في رده الفعل الالم وصراخ ومش عارف ايش وكذي. بس في دراسه وايد مهمه تقول ان المجتمع هو اللي اثر على الاناث انه يتصرفون التصرف هذا. نظرة المجتمع ان الانثى رقيقه والريال لازم يكون خشن ياثر ذهنيا على المراه ان هي تبالغ بالالم لا اراديا. في ايمج صوره المجتمع راسمها ان رقيقه ولازم من ما ادري شنو راح تزف تبجين وما ادري شنو، مع انه بالواقع تدرون يعني لو تقرون عن الم الولاده شنو المصيبه. يعني شوفوا اقوى الم اللي هو يسمونه 10 من 10 زين، هو ثلاث انواع من الالم يسمونه 10 من 10. تحرق انسان وهو حي، تطق مسمار في جسم الانسان بدون بنج، والم الحصوه اذا ضرب اخر شيء زين، هذا 10 من 10 الانسان فعليا يموت بسبب الالم هذا. الم الولاده 9.5 من 10 يعني ما في 9.5 من 10 فعليا ريال ممكن يموت اذا حاشا الاطفال يموت. وسووا تجربه من استراليا، جابوا دكتور جراح اللي وصل الالكتريكال سيميليشن العادي اللي نستعمله اللي يسوي مصر كنترول في يسوي قبضه وصلها على عضلات بطنه وكانت معه فيزيوثيرابيست. شو تسوي؟ بس قاعد تزيد اشارات الذبذبات على اساس العضلات تنقبض، ولغاية ما وصلته يعني مثلا شيء طلق خفيف او شيء ما قدر، ريال قاعد يبكي. هذا ما في الضغوط النفسيه، ما في الم صجي، ما في الاحباط، النوم، التعب، هذا مجرد ريال شبعان قايم الصبح يسوي تجربه 5 دقائق ويطلع ما قدر يتحمل الالم. هد قال خلاص استوى التجربه. مو استهزاء في قدره الذكور او استهزاء في قدره الاناث، ولكن يعني شيء غريب ان المجتمع تشوف شلون ياثر على الانسان نظره، ياثر حتى على الالم، تقبلك للالم. دائما احنا نقول انا ريال، انت ريال ايش كثر يعني جود، بس في الم معين لازم ما يصير تتحمله لان راح تضر نفسك. هل ممكن نقول انه المراه او الانثى اكثر قدره على جرأه التعبير عن المشاعر؟ برافو. اما الرجال لا، تلقاه شوي برافو. بس المجتمع فقلت لي نقطة حلوة بس أول شيء عن العاطفة. فعلا المجتمع ما يسمح لك أن أنت كريال أن أنت يعني تعبر عن الألم مالك. كيفك يعني هذه نظرة المجتمع مالك هي يعني هي خربت عليك يعني. خربت عليك.
بس انا كذا خلاص ما يصير انا انتم ريال الحشاوات قاعد يمشي ريال ما يصير هذا بس هل عندنا القدره ان احنا نقدر نغيرها بشكل ايجابي بشكل حلو مو بشكل دفش ان احنا لا لازم اعتقد لازم ان نتطور علشان نقدر شويه نتعايش مع الحياه. طبعا هذه في دراسه 2012 مره ثانيه تقول ان المراه اصلا جسمها حساس للالم اكثر من الرجال اصلا يعني مو سالفه ان هي يعني نفس الشكل بسيطه هي اعصابها تسرها انها تطقها في وجهها عرفت شلون؟ اوكي نظريات الالم بسرعه ما راح اتكلم بسريع اول شلون كانوا ينظرون للالم والحين شلون لازم ننظر للالم اوكي في زمن من الازمان كان الطبيب اذا ما قدر يشخص المريض والمريض عنده الم يقول له انت مجنون شفتها روح اول يتهمونه انه مجنون ريال عنده عوار انت قبل 900 سنه ما تعرف تشخص ما يصير تقول انا مجنون هذا كان اول في يسمونه البايو ميديكال موديل اوكي يعني ان الطريقه طالع فيها الالم اللي هي من تحت هذه على اليمين تقول ان الالم اي الم جسم الانسان سببه مشكله جسديه لغة الجانب النفسي والاحساسي عندك عوار في الظهر عندك ديسك عالجه روح خلاص زين عالجته ما صار زين كيفك مشكلتي هذا وايد يستعملونها للحين في ناس متبعينها they don't believe in psychological or social وارد وكل انا فيزيوثيرابيست فيزيكال انا المفروض ان انا تفكيري بس فيزيكال بس جسدي بس لا لازم اطالع ابعد من كذي عشان تطلع نظريه الالم هي مو حديثه وايد نظريه الالم الجديده وايد حلوه غطت الانسان من كل النواحي تقول ان اي الم او اي مشكله في جسم الانسان في ثلاث عوامل تاثر عليها عامل جسدي او بيولوجي عامل نفسي وعامل اجتماعي اي الم في جسم الانسان اذا جيت تشخص المشكله لازم تكتشف الثلاث جوانب هذيلا واذا جيت تعالج المشكله لازم تعالج الثلاث جوانب هذيلا الجانب الجسدي الجانب النفسي والجانب الاجتماعي او يسمونه سايكو سوشيال الاجتماعي الاقتصادي ممكن تجيك مشكلة الجانب الجسدي 80% يلعب دور بس فيها جانب نفسي في جانب اجتماعي تجيك مشكلة لا الجانب النفسي 90% والجانب الجسدي 10% أو أقل هذه أيضا واحدة من الدراسات قصة رقم 7 تقول أن الإنسان إذا فكر في شيء حلو أو شيء يحبه أو شاف صورة شيء أو سمع صوت destruction تشتيت الذهن أيضا ممكن يقلل الألم إنسان ممكن يفكر في أحد يحبه أو صورة أو صوت أو مثلا يعني قولتهم تأخذ رفيجك معك يلا وبطل ويطنس عليك ويرك خلاص لغاية ما تخلص الإجراء تخلص العلاج تخلص الإبرة فهذه الدراسة أيضا تقول كذي مهمة يعني فممكن أيضا أجين تريك ممكن تستخدمه في حياتك العملية وتعلم مريضك إن أنت تعلم من شتت ذهنك فكر في شيء تحبه فكر في شيء حلو وممكن شو اسمه فكر في ريال مدريد اوكي زين اذا ليش لازم نغير نظرتنا للالم تفضل ليش لازم نغير نظرتنا للالم شنو العواقب اللي الحين قاعده تصير اللي علاجنا مو كافي في شيء خطوه لا جدا هاي ريكرنت ريت الالام قاعده تتكرر الام الظهر الام الرقبه الام الكتف وايد مشاكل تعالجها يجيك عقب كم عقب 4 أشهر 3 أشهر عوار مره ثانيه دراسه تقول جديده تقول ان الام الظهر اللي يحوشه الام الظهر الحين لازم خلال 3 أشهر إلى 4 أشهر يحوشه مره ثانيه علام 4 أشهر راح يحوشه مره ثانيه عقب 4 أشهر يحوشه مره ثانيه زين ليش؟ شنو قاعد يصير؟ مع فاضيين احنا ما بس فاضيين حق المريض هذا ماكو ضغط ماكو مرضى ثانيين احنا غلطانين ولا المريض لازم نغير نظرتنا ليش الالام قاعد تتكرر ليش العلاج ابحاث وريسيرشات والدول الفلاني والطريقه ليش الالام قاعد تتكرر شنو فائده علاجك انت شنو استفدت انا من علاجك اذا انت معطيني علاجك ب 4 أشهر رد العوار هذا يسمى مو افكتفنس مو فعال العلاج مالك واحنا طورنا لازم نبحث عن الفعاليه مو بس انه شو اسمه ان العلاج يروح لا لا يروح الحين بنفس الوقت وممتاز تبيوس كوست مره ثانيه هذه سالفه الفلوس والميزانيه وايد مهمه في اوروبا قاعد ايش كثر المشكله هذه قاعده تخسرنا فلوس
الغياب او قله الانتاج بسبب الام الظهر في بريطانيا قاعد تكلفهم خسائر يمكن 50 يعني 50 مليار باوند تقريبا. الغياب قله الانتاج بسبب الام الظهر. فاكتشفوا شنو؟ اكتشفوا ان انا لو مثلا في بعض المؤسسات تطبقها، انا لو اصرف فلوس على الموظف مالي واريحه وادلعه نفس شركه جوجل، احط له فراش بدال المكتب، الشغل كله هذا انا راح اصرف لي مليارين وراح اوفر كم؟ 48 مليار. شفت النظره شلون اللي قدامك تصير؟ شركه جوجل ترى اللي تدش عليها بالانترنت وتشوفوا شنو مسوي. انت شنو تحب تشتغل على فراش؟ حاضر احط لك فراش. انت شنو تبي تشتغل؟ تحط لك شنو؟ ميزانيه مهمه اللي قدامك طالع. عندنا احصائيه بالكويت، مريض العنايه المركزه اليوم الواحد يكلف ميزانيه الدوله 3000 دينار. 9000 دولار او 10000 دولار اليوم الواحد. اذا انت ما تشد حيلك وتكتشف طريقه علاج ان انت تطلع المريض بسرعه فلوس. الحمد لله عندنا خير، بس ليش ما نتطور؟ هذا اللي انت قاعد تقط لك 100000 دينار او 100000 دولار في اسبوع، ليش انت ما تحاول تشوف طريقه تقلل الطريقه هذه؟ اذا وايد مهم ان احنا لازم نغير نظرتنا. سيف تايم توني قاعد اقول في بالهند، ربعنا اللي يدرسون معنا في بريطانيا، قلت بالهند انا عادي اعالج في 8 ساعات 60 مريض او 70 مريض عادي، هذا اقل شيء. تايم تايم، احنا ما نبي نوصل لمرحله يتجمعون الويتنج ليست، المريض مسكين جايك عنده عوار ظهر تقول له تعال عقب بشهر، شنو يستفيد هو عقب شهر؟ نطور نفسنا سيف تايم، واكيد انكريس الافكسز نزيد الفعاليه. الحين انا بدل اسوي علاج واقول والمريض وانا متوقع ان المريض راح يلعب ثلاث اشهر في نفس العوار، انا راح اسوي شيء جديد. الالم راح يرجع عقب 6 اشهر، اوكي الحين نقبل عقب 6 اشهر او 8 اشهر، فمعناته انا بدل اشوف المريض بالسنه مرتين او 4 مرات راح اشوفه بالسنه مره، فراح اتيح مجال حق وايد مرضى غيرها. وطبعا نمنع الاصابات، لازم نفكر بطريقه ان نخلي المريض ما يطبق يكرر الخطا عشان يمنع الاصابه. احنا خليني اقول لكم قصه على اصابه منع الاصابه. واحد من ربعنا هناك في بريطانيا الا بيطبخ، ما يعرف الا بسوي لكم مجبوس، والا هذه السلطه اللي بيعطيك اياها ناعمه. احنا كلنا شباب بتسوي سلطه حق ربعك الخياره الكبر والطماطم الكبر صح؟ يعني بس قصها كذي، هو الا بيعطيها وكل مره يقص اصبعه. كل مره نودي الطبيب، خيط اصبعه وعقب 3 ايام الا بطبخ ويطق اصبعه مره ثانيه. الفكره شنو؟ ان مرضى قاعد يصرون، في مرضى يصرون يرتكبون اخطاء متعمدين او مو متعمدين قاعد تخرب علاجك انت. انت فاضي كل شويه تعالج ظهره، في ناس مو فاضي، في ناس الوقت مهم عندهم. واخر شيء ريبيلد بيشنتس تراست، المرضى فقدوا الثقه في العلاج الوسوسه او العلاج في المستشفيات. صاروا فريسه حق التجار. للاسف الكريم العجيب بالما ادري شنو يشترون الخلطه السحريه بالما ادري شنو الخلطه السحريه، مسكين غرقان تعب هو يتعالج، فقد الثقه فيك. هذا يشوي وهذا يدوس على ظهره وهذا يقول لا اشرب ماي اسبوع وما ادري شنو، فقد الثقه. لازم ترتب الثقه، لازم يصير عندك، لازم تحافظ على مهنتك، مهنتك في خطر. انت درست تعبت 5 سنين 7 سنين، قاعد يجيك واحد هنا في الكويت يعني ما قولتي قام ينافسك، عنده عياده وسوي اكس راي بشخص اي سي ام من اكس راي وناس تصدقه وماشيه، شو تسوي؟ قاعد تخسر مهنتك حق دخلاء. اذا انت ما تخاف في ناس ثانيين يخافون على يو هاف تو فايت، لازم تغير نظرتك وتشوف شيء. اوكي اول شيء جانب البيولوجي بكل بساطه، الالم في له جانب بيولوجي، الام الظهر اوكي يصير في ديسك، العصب ينضغط، تمزق، التهاب، لازم نمبر 1 تتعامل مع المشكلة هذه. إذا عندك تمزق شلون تعالجه؟ إذا عندك التهاب شلون تعالجه؟ إذا في ديسك شلون تتعامل معاه؟ وتطور من نفسك، وهذه نقطة خاصة منها. شوفوا هذه الرياضة اللي قلت لكم عنها، هذا
خسران ترى، شوف وجهه، هذا خسر ترى. لعب مباراة على الحزام 5 جولات، الجولة الثانية خذ بوكس على راسه بس ما صار في شيء، كمل ليل 5 جولات وخسر بالنقاط. ودوه المستشفى سألوه قال له شو تتذكر؟ كان يقول أتذكر بس الجولة الأولى. لعب ثلث ساعة فاقد الذاكرة، ثلث ساعة فاقد، واللي تشوف المباراة قاعد يشوف واحد يلعب مقاتل صجي، ثلث ساعة فاقد الذاكرة، وطبعا فقد وما يدري شنو قال بالمقابلة، بالمقابلة هذه ما يدري شنو قال. جسم الإنسان هذه نقطة وايد مهمة، إذا أنت دربته واهتميت فيه يفيدك في حالات الخطر، في الحالات اللي أنت تكون فيها مو قادر تشيل نفسك، نفس اللي قلنا الإنسان يمشي وهو مسوي حادث وهو تعبان، هذه وايد مهمة إن أنت تعود نفسك، تقوي عضلاتك، تهتم في التوازن، تهتم في الأمور هذه. الجانب النفسي وايد مهم. اوكي. اتحكي عن 3 امثله، الام الرقبة. انا توني قلت القصه هذه. جتني مره بالكويت حجيه، ركبتها كلها شاده وقت الامتحانات، ليش؟ لان عيالها طالعينها ادرس لا تطق اخوك. شنو صار؟ تشنجت. ما عنده خشونة، ما عنده شيء، هني متوترة. بعد شنو سوي التوتر؟ شنو سوي عصبية؟ خليك بالليزر هذه وتحك أسنانك، هذا ترى من التوتر، هذا الجزء يسمونه. شنو يسوي؟ شنو تسوي؟ سبب آلام الفك، سبب صداع من التوتر. يجي مريض عنده TMG، عنده التهاب بالفك، تعالجه، وايد علاج فعال، نفس الجلسة يطلع لك ماكو عوار. عصبي الرجال حمقان، رد عصب، رد ثاني يوم ما سويت شيء، على مرة ثانية يكسر اليوم، والله سايب بطيبتي وعصبت وكفخت، مرة ثانية مشنج، مرة ما تبي جنطة ما أدري شنو، زين خلاص تقدر أنت؟ لازم we have to train ourselves إن نتعامل معاه، تشرح له وتقول له ترى أنت مشكلتك نفسيا، يعني have to relax، teach him، استرخي، تمارين تنفس. لازم احنا نتطور من نقدر عندنا القدره هذه نتعامل مع بالشكل هذا. دوام، مشاكل الدوام والتنشن والعصبيه والتوتر، السالفه مو بس سالفه عضلات، الدراسات تقول ان المناطق الالم اللي في الراس فوق نفسها اكتيفيتد، تتهيج اذا احنا عصبنا او زعلنا، نفسها نفس المنطقه، المنطقه اللي تعطيك اشارات حق الالم نفسها تشبليت اذا عصبنا. فشنو معناته؟ اذا انت عصبت اوريدي راح تطلع لك عوار. والدراسات اللي تتكلم عن العلاقه بين الام الظهر المزمنه والاكتئاب، يعني انا ما لقيت 100%، 95% قويه. اي واحد عنده الم ظهر مزمن مده طويله راح تلقاه مكتئب، ضايق خلقه، ما له خلق، زعلان، راح تشوفون اذا تعاملت مع المرض. والاكتئاب يسبب الام تبادل عكسي. دراسات هذه اللي بتجيب. فهذه نقطة وايد مهمة، أنا دائما يهمني أسأل المريض شنو طبيعة عملك ومرتاح ولا مو مرتاح؟ صح صعب الحين ماكو وظائف، ما تقدر تقول أطلع من وظيفتك، بس لازم إن على الأقل تتعلم أنت تبس، تتعلم أنت تقول له رخ أو طنش أو شو اسمه، مثلا نقول لك واحد والله ذبحني، واحد من الموظفين معاي ما وطنا قاعد أداوم، فعلمه إن أنت مو الحل مالك إن أنت تعصب. يا تتفاهم وياه يا تحقره، يا هذه سكيلز يسمونها، سكيلز الانسان يطورها. صح احنا بالكليه ما علمونا بالدراسه ان انت والله يدير سايكولوجي، ما راح اقول لك انت تصير طبيب نفسي، بس على الاقل انت عندك السكيلز ان انت تعطي شو اسمه طنش، جيت على القهوه سوي شيء، يعني تعامل ويا عشان تقول اسمح لي. اوكي شوف هذه المباراة أو الحدث اللي صار هذا، بعدها اشتغلت ريسيرشات غريبة. هذا لاعب وعنده الحزام، وكانت مباراة وايد قوية، كان لازم يدافع عن الحزام وفاز. زين شوف هني في المقابلة اوه مستانس، وتشوف الفيديو كان قاعد يناقز ومستانس وما في ولا شيء، طالع تحت كان يشوف ان اصبعه الفم مخلوق، اول ما شاف اصبع مخضوع كان يطيح ويقعدون على كرسي، ما كان يدري. والفيديو انا تمنيت احصله بس ما قدرت احصله.
هو عقب ما فاز كان قاعد يناقز ويسوي حركات ويس كذي. اول ما طالع تحت كان يطيح، كان يحس بالعوار، ما كان حاس بالعوار كلش. سايكولوجي سايكولوجي نفسيه كانت ان انا بطل وانا كذي. ما راح اتحكى انا هذه المحاضره السوشيال ايكونوميك تاثير العادات الاجتماعيه على الام الظاهر سويتها في بريطانيا. زين هذه بس هذا الباب سويتها في بريطانيا ويعني اول شيء انصدموا وبعدين استغربوا وبعدين وايد شغلات يعني حاجتهم دوخه وحاجتهم شلون يعني انتم شنو قاعد تسوون. اكثر شغله تخرب علاج العلاج مال اي مريض هي العادات الاجتماعيه. اكثر شغله اكثر اكثر شغله ما في روح تعب. انا عيست وانا اقول حق الناس ليش قاعد اقلب؟ ما قعدت الصحابه من قال؟ ما لي شغل. انت عندك زرع، انت عندك خشونه، ليش تقعد اقلب؟ انت عندك تسكي في ظهرك، ليش قاعد عيب؟ انت شو تسوي؟ تعالجه جلسه جلستين ثلاثه نفس واحد المرضى اللي عندي عالجته بشغل عدل وتعبت وياه ومين وثرابي اللي اشتغل مين وثرابي تعب كان يسوي عزيمه حق ربعه وقعده على الارض واكل وناسه وكل شيء. قال لي يقول ويكند والله ظهري مره ثانيه يعطيك وناسه سوالف ما ادري. احنا عندنا بالكويت ديوانيه ست ساعات وكوت وسوني ومباريات وصلاه ويقعد كذي ما ادري شنو كذي. تدري شنو قاعد يصير بالعمود الفقري من الداخل؟ والله ويكند وناسه. ادري انت ويكند وناسه انا صح؟ انا شو اللي قاعد يروح؟ سوشيال فاكتورز وايد مؤثره، وايد تلعب دور العوامل الاجتماعيه فيها تحدي، فيها وايد تحدي. ما ادري بالنفس هذا عندكم بالكويت في السعوديه ولا لا، عندنا بالكويت ان المراه بعد الولاده في بعض الناس ما تشرب ماي 40 مره. ها؟ في ناس ستيل بليف انه مش عارف ايش الانفاس ما شنو لازم توجهنا توجهنا قبول توجهنا ما شنو ها؟ ماي 80% من التسك مال العمود الفقري ماي 80%. شلون تقعد انت بدون ماي ولا تشرب قطره او لا تتحركين من الفراش؟ شنو لا تتحركين من الفراش؟ بس شو اسمه روحي ورتي رستك الحمار وش اسمه؟ جسم مفاصل يبي لها حركه. تشوف الله يبعد عنكم الشر، خل واحد يحوش انفلونزا ويطيح بالفراش اسبوع ولا خمسة ايام. جسمه متكسر. شلون قاعد انت واصلا واصلا بعد الولاده مشاكل الظهر منتشره، العمود الفقري تعبان، الحوض مرتخي، عضلات الفقرات كلها. فانت اصلا تبي اي دقيقه على اساس تبدا تتمرن مره ثانيه، تقول لها قعدي لا تتحركين 40 يوم، امي تقول لي طلعتي ما حشيت ريولك ما ادري شنو. العادات الاجتماعيه وايد تخرب. وبعد واحده من الشغلات انا ضدها يعني نفس هذا بالهند طبيب الاسنان بالشارع ايضا انا ضد ما اعترف يعني فيها بعض التدخلات العلاج الشعبي لانها يعني قاعده تخرب. وانا شفت يولي مرضى بالكويت يعني متدمرين من العلاج الشعبي، الشارع على كتفه ومكسر له فقره. يقول نام يقول حق المريض نام على الارض واحد اثنين ثلاث دوس على الاخر طق والله تمام طق ادري اللي طق شنو طقت العضله عضله الطق عضله اكو عضله الطق والله ما ادري زين ليش يكلي والله كنا عورني. انا البحث الرئيسي مالي تاثير العادات الاجتماعيه على مرضى الام الظهر ويعني للحين انا اكتشفت شغلات تشيل بالراس وما ادري شلون راح اغيرها بس لازم انا قاعد اكتشف ان هذا واحده من الاسباب اللي تخلي العلاج مو فعال اكثر من 6 اشهر. انت تعالج المريض، المريض مع الوقت وقاعده على الارض وغلط ويروح النادي يتمرن غلط. الفيزيوثيرابيست يروحون لازم يصير عندكم وعي في التمارين الجديده. انه في تمرين مو زين في تمرين هذا في مثلا هذا نوع من الكلتشر ثقافه مجتمع انك تتمرن التمرين هذا وكذي هذا تمارين مو زين. هذه واحده من المباريات هذه وايد مهمه لان احنا كنا سوشيال كومينج. شوف هذا اللاعب الاسمراني هذا بطل 7 سنوات وعنده الاقدام وما حد قادر يفوز عليه. وهذا اللي متحديه الابيض اول شيء صوره فوق ها اللي فوق على اليسار. هذا كان مباراه
يعني يا يفوز يا يعيش بالشارع، لأنه كان كل فلوسه قطها على معسكر، وعنده يعني بالماينس تقريبا 50-60 ألف دولار خسران. وهذا مليونير اللاعب الأسمراني، وما حد يقدر يفوز عليه 7 سنوات. لأن هذا قابلوه بعدين قال لأن أنا إذا خسرت المباراة هذه أنا وعيالي راح ننام في الشارع. هذا أضعف من اللاعب الأبيض، أضعف من هذا اللاعب الأسمر. بس في شيء اسمه حافز دافع، الحالة الاقتصادية أعطتها دافع، خلت الإنسان يطمح أن أنا أعيش. قدر ينتصر وسوى سابقة في التاريخ أنه ما حد يقدر يفوز على اللاعب 7 سنوات وقدر يفوز عليه. الدافع لازم تعرف شلون تشتغل على المريض مالك. الدافع لازم تكتشف أنت المريض مالك شلون ممكن يسمع كلامك. يمكن المريض مالك مو مهتم. في مرضى ترى مو مهم عندهم الألم. في بريطانيا المريض ما يهتم في العواطف، يقول تبي ارجع الشغل، انا ما اقدر اقعد في البيت اجازه اسبوعين. انت تقول له والله البروتوكول العلاج مالي يقول انه لازم اعطيك 70 جلسه، لازم 60 شهر تقعد في البيت، ما يقدر. خلاص لازم تتعلم تعطيه دافع، تقول له خلاص لازم تتعلم تسوي كذي وتسوي كذي وتسوي كذي ترجع حق شغلك، ما راح تسوي كذي ما ارتد. لازم تعرف تقرا المريض مالك. هذا آخر إن شاء الله آخر سلايد. هذا تطبيقات عملية ونصائح. أتمنى أن أنتم تحطون في الوقت تطبيقات عملية ممكن أن تسويها حق المريض مالك وأنت تتعامل معه. وايد حلوة الشغلات هذه، وما راح تقول له شوف الحين راح تقعد راح أسوي لك سحر راح أقص على مخك. تريكس أنت تعرف شلون تسويها. أول شيء أنكر يور بنفيتيشن، يعني إذا أنت يعني هذه واحدة من الخدع اللي وايد تجيب نتيجة. أنت لا تقول حق مريضك العوار عندك كم من 10، اوكي؟ قول له العوار، مثلا المريض انت تدري ان العوار عنده من 10 8 من 10. لا تقول له انت العوار منك 8، قول له العوار مثلا عقب جلسه جلستين، قول له العوار عندك 2 ولا 4. انت نزل له ليفل مال الالم 2 ولا 4. راح يقول لك ها والله كنا 5، اوكي بس ما راح يقول لك 8. يو ار مانيبيليتنج، قاعد تتلاعب في التفكير الذهني ماله. لأن في مرة من تقول له 10، خصوصا احنا علمونا في الكتاب انك تشرح له 0 ماكو عوار، 10 من 10 كنا حارقينك وانت حي، 9 من 10 شو اسمه؟ يعني انا يعني عوار. اذا تريكس تلعب مع ذهنه ها بدون ما تقول له ها حقي اليوم كنت تمام، ها كنا 3 عوارك كنا، لا والله مو 3 5 اوكي 3 5 تمام. تدري انه اذا هديته راح يقول 8 ولا 9 من 10 وقاعد بالديوانيه طافكم اليوم 9 من 10 create positive atmosphere. هذا وايد 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 مو نصاب. create positive جو إيجابي. الحين راح أعطيك علاج كذي، يعني راح تدش جلسة وتطلع منها تركب دق عود على قولتهم ما شنو تسوي ها. راح تطلع 5 مرة قبل جربوا العلاج هذا وشنو كذي يقولون 10 من 10 قاموا يصدقون. فانت كريت اتموسفير خليه يعيش بجو. والله حجي عوارك ما ادري والله كنا وايد دكاتره يسوونها اوه شنو هذا ها دكاتره تعال حجي تعال شنو هذا اوه شلون عايشه انت شو العوار هذا اللي عندك انت والله العظيم انت والله موت احسن لك. بوزيتيف اتموسفير ليش تخلع المريض حتى لو انت داخلك ما انت بازت الاتموسفير. وهذا ينقلنا حق النقطة رقم 3 بي كونفدنت. أنت لما تروح حق طبيب ما تبي الطبيب اللي يقول لك زين أنت شنو تحس فيه؟ تقول أنا جاي تقول أنا شنو أحس فيه؟ أو شوف والله كنا عندك كذي بس أنت هذا أملك الوحيد. لازم تعلم نفسك كونفدنت. إيه إن شاء الله راح تصير زين. حتى لو في احتمالات لا تقولها على شكل والله ما يمكن. ان شاء الله راح نسوي كذي وكذي اذا ما فات كذي بس في احتمال كذي اشرع. خلي المريض يحس ان انا قاعد اتعامل مع انسان. والدراسات كلها تقول ان المرضى يفضلون والدراسه ما لها داعي يفضلون المريض الدكتور الواثق من نفسه. انت اي انسان تبي تروح تبي واحد يعلمك ليس في واحد متردد اطلع لا تطلع اسحب ستايل تبي واحد كونفدنت انت خليك كونفدنت. هذا تريكس المريض لما يشوفك شلونك شو اخبارك هلا والله تمام تفضل دش اوكي يوز فيدباك. خلي المريض يعني عطى خلي المريض يشوف نفسه، خلي المريض يعرف
شنو قاعد يصير. المرض الثرابي او المرض ان تحط منظار حق المريض وهو يمشي مثلا وايد 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 فعال، لان المريض قاعد يشوف شنو قاعد يصير. اوه انا والله كنت امشي او ما امشي، تشجيع. فيوز ذس فيدباك، يمكن هذا بيسك بس استخدموها وايد فعاله. الغشمره او الجديه وايد مهمه بس يبي لها ميزان. اللي تاكل هواء العضله في مكتبك give awards، عرض مكافأة. وفي في بالعيادات الخاصة في بريطانيا يسوونها، تعالج وإذا المريض تحسن يعطونه هدية. هذه سمعة حق العيادة إن المرضى قاعد يتحسنون. وأكثر شيء يستخدمونها مع المرضى اللي عندهم زيادة في الوزن وبينزلون وزنهم بدون عمليات، لان هذه السمعه حق العياده. هي تشتغل في التسويق بس وايد فعال، ان انت اذا نزلت 5 كيلو تصيح صار تصيح شاور نعطيك، او مثلا رحله الى مكان، او مثلا او تحط صورته هذا المريض قدر ينزل وزنه، او مثلا هذا المريض وايد متعاون قاعد يطبق التمارين وكذي، فتحط صورته وتكافئ. انك انت تكافئ الانسان ترى وايد مهم. انت يعني ارد وكل يعني انت ما تحب انسان يكافئك؟ ما تحب واحد يقول تعال ما شاء الله شغلك مضبوط اليوم، والله عاد تفضل هذه هديه. تعال المريض يحب. ليش احنا مصرين ان نتعامل بالعلاج يعني مثل الكتاب، تعال مريض عالج روح احمد ربك عالجتك. خل 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 يعني الافكار اللي قاعد يستخدمونها في التسويق في القطاع الخاص خل نطبقها في القطاع الحكومي. ريح المريض، ايش وراك انت؟ شنو خسران ان انت طبقت اعطيته والله مكافاه، اعطيته شيء ورده بلاستيك شيء شيء عطله. هذه يمكن انت تشوفها شغله عاديه، بس انت لما تشوف والله ما شاء الله يا سلام عليك، والله يا حجي انت مبين قاعد تسوي تمارين في البيت، والله تعجبني جماعه هذا مكافاه امدح فيه. شوف هو يشجع المريض. وايد بسيطه الشغله. Explain what you will do. اشرح حق المريض شنو راح تسوي. طبعا الفراش اسكت. خليني اشوف شغلي. وايد يسوون. وايد يسوونها. انا كان عندي طلبه كنت اشوفهم، وانا كنت طالب كنت اسويها، ما حد علمني. بس وقت الامتحان اشتغل، انت تجي خايف او تبي تشتغل او تبي مريض، شنو قاعد يسوي هذا ماسك كتفي في شنو قاعد تسوي انت؟ اشرح حق المريض حجي ترى الحين انا، وترى طورنا، ترى في مرضى يجونك فاهمين احسن منك لان داش جوجل وباحث عن المشكله. انا كنت اشتغل بالكويت في عياده اسمها عياده الالم المزمن، اللي هي الالم اكثر يعني اكثر من 6 اشهر كانوا يجونها. في مرضى كانوا يجوني طابعين له بنت من جوجل، قلت له ترى قريت على المشكله هذه، مشكلتي كذي كذي، تقول انت تسكت مو علم. ايش راح يقول لك شو قاعد تسوي؟ انا الحين راح اختبر العصب مالك، العصب مالك كذي، راح اسوي كذي، راح اسوي كذي. ترى المريض انسان ذكي. استمتع اذا انت عاملته احترمت عقله، تعاملت معاه كذي وقدرته. هو في النهايه راح يقول ها اوكي الحين انا عرفت شو قاعد تسوي، مو يقول والله رحت بس مسك رقبتي وسحبها ما ادري شو سوى فيني، اللي هو التراكشن ها؟ حط خرجاني ويبغى يزنطني. اسمح له انا راح انت عندك مشكله بالعضلات وفقراتك راكبين على بعض، وهذا الجهاز يسوي مسافه بين العضلات بين الفقرات ويخلي الجسم يفرز هرمونات، مو تقول له والاندورفين والسيروتونين والمصل والطاقه خليك بيزك، خليك بالنص اوكي؟ استمتع وانت تتعامل مع المريض مالك. Try it on yourself first. هذه وايد مهمة. إذا بتسوي شغلة ورا تسوي على نفسك أول، سواء بتستخدم جهاز أو بتسوي حركة أو تمرين. أوقف أوقف أوقف. بتنزل الظهر. مو كذي. تم انزل مو كذي. أوقف ولا تمرين. سوي كذي. انزل كذي حجي راح نرفع العضلة هذه راح ننزل. شوفني. أوقف معاي. قلدني. ارجع لي ورا. هذا الجهاز شوف حجي راح استخدمه. شوف ما يعور لا تخاف. خصوصا لما تتعامل مع اطفال او تتعامل مع في اشخاص يخافون، تقول بعطيك جلسات كهرباء. زين زين انا صرت زين. حجي تشوف الجهاز كبير وراح احطه وممكن تحس بتفتيله خفيفه وتشوف ممكن ايدي تصعد. ترى بيزك يمكن وايد يعرفونها بس ليش ما نطبقها؟ وايد سهله. ارد بكره خلي نستمتع في علاجك، خلي المريض يرتاح. Give real life example. عط أمثلة من حياتي الشخصية، عط أمثلة حقيقية. وهذا الحين هذا الحين في أيضا في مؤتمر جلاسكو قاعد يتحجون عنها، فأنت تعطي أمثلة يجي تشتغل التوعية. لا
لا تعطي امثله معقده من الكتاب وسوف تحترق الحب من الدرجه العاشره وسوف ممكن ان اذا تعرضت للشمس راح يصير في عط مثال المريض يستوعبه عط مثال وايد سهل تذكر لما ذاك اليوم زلقت من على داي شنو صار فيك؟ إيه هذا بالضبط هذا العوار اللي انت حسيت فيه مو تقول له عرفت شلون؟ طق انت مطق على ظهرك وايد سهله مهمه هذه وايد ركزوا عليها هذه النقطه خصوصا ريل لايف اكسبلينيشن وايد ركزوا عليها في اخر مؤتمر حضرته عن الالام الرياضيه والاصابات الرياضيه ان التوعيه لازم تتطور حق الناس خلي الامثله وخلي التوعيه تكون تناسب الناس لا تكون جبنا ثيران وطلعت النتائج كذي الانسان مو مهم النتائج الثيران ما راح تهمه ولا هو مو فاضي الكلام دونت سي نو لا تعارض المريض لا 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 دكتور انا والله قالوا لي فيني عوار وسجل شو حكمك انت؟ هذه احسن 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 ناس يستخدمونها الانجليزي اللي عاش في انجلترا او تعامل مع مدرس انجليزي ما يقول له نو يقول له يس بت ويحول ما يقول انت غلط كلامك عدل بس انا اعتقد لو هذه بكل بساطه راح تهدي المريض خصوصا لما يجيك المريض يقول لك والله دكتور انا قالوا لي ان شو اسمه خمس فقرات طايحين من ظهري ما ادري شنو يقول لك يعني المريض عنده مبالغه في شو اسمه لا صح بس عاده صعب ان الانسان يطيح فقرات من ظهره ممكن السكيلز هذه طريقه الكلام طريقه حوارك مع المريض بسهوله وان انت ما تقول انت غلطان وهذه سكيلز بالحياه يعني خلوها حقك بالحياه ان انت لا تعارض زين فيلم خيالي انه ما يصير الرجال عارض المره هذه كذي بالخيال انه لا تقول لا يس بط واخر شيء واخر نصيحه وايد مهمه دونت جيف اب يوز يور تول بوكس هذه خلينا عشان نتحكي عن تول بوكس كل ريال عنده صندوق عنده او اغلب ريال في درنا في ساعات وفي سبانه وفي مش عارف ايش نفس الشيء حلو كل واحد ما عنده صندوق في مكياج وكل واجهه الدراسات هذه الاكونوميك ستاديز اكتشفت ان الريال مثلا اذا عنده 17 درنا فيش يستخدم واحد بس والباقيين بس يشاريهم عاجبينه يمكن احتاج نفس الشيء يقول كل مره عنده مثلا 17 حمره استخدم واحده والباقي زينه مثلا عرفت شلون؟ يسمونها تول بوكس لانه يمكن ون داي يو ويل نيد ات انت قاعد تتعلم تكنيكس قاعد تتعلم سكيلز حضرت محاضره تعلمت شغلات رحت ورك شوب تعلمت شغلات هذه كلها قاعد تجمعها في صندوق عدتك كل انسان او الجيش مثلا العسكري عنده سلاح معين هو وايد زين فيه اللي يلعبون هذا كاونتر ما شو اسمه اوكي واحد زين بالسنايبر واحد زين بال في تكنيك معين انت وايد شاطر فيه بس ما يمنع اذا ما مشى وياك غير تكنيك ثاني استخدم اسلوب ثاني اسلوب ثالث لا تتحبط هذه شغله تواجه وايد المبتدئين او اللي توهم يعالجون انه اوكي راح اعالج والكتاب يقول سوي هولد اند ريلاكس اذا يعني ما سويت ماكو نتيجه ما توقف استخدم تكنيك تكنيكين ثلاثه غير نور في العلاج تشوف الكوجنيتيف لا توقف عند نقطه معينه هذه وايد مهمه كانت كفيزيوثيرابي نقطه مهمه انه وايد يعني تحطها في بالك وحتى المريض يحب يشوف ان الشخص اللي يتعامل معاه عنده اساليب وايد لان الله يذكره بالخير ابدا العبد قاعد يسولف انه في بعض شو اسمه دكتور او شيء يعني علمك انه اي مريض تسوي له كذي بعدين كذي هات باك بعدين شو اسمه كذي روح هات باك اكسرسايز ميكنزي روح بس اذا ما يبي نتيجه ما عنده حل ثاني ما عنده اوبشن ثاني حتى مو ما عنده شجاعه مو قاعد يعلمون الطلبه الشجاعه ان انا بدل لا استارت هات باك او استارت اكسرسايز وبعدين احط هات باك بالنص او ان ما اقدر ان انا استغني عن الهاند باك في العلاج كيف بسوي ورم اب تمارين جربته بالامتحان يمكن مرات يشدون عليك ليش؟ انا مو معلمك اول شيء بروتوكول تقول شيء هاند باك بعدين انت فرنش بعدين شو اسمه؟ زين كيف انا بس لا هل عندك الشجاعه ان انت تنوع وتتغير بالاساليب هذه؟ واخيرا هذه سالفه الكاميرا اللي قلت لكم عنها هذه اخر شيء هذا اخر سلايد واخر معلومه تقول ان تناول اللبان العرق يرفع
الكونسنتريشن، لان لو تم الضعف يدخل اكسجين اكثر عشان كذي. هذا هذا ياكل العلج وايد، هل هو قاصدها ولا لا؟ ولكن اتس جود اتس رايت. عندكم امتحان وعندكم شغله اذا يسمحوا لكم، مضغ اللبان اثناء اداء نشاط ذهني راح يزيد التركيز ويخلي الواحد يجيب نتائج اكبر يعني. بس خلصنا، نفتح باب للنقاش. سعيد جدا جدا جدا، ويعني ما راح اقدر اعبر عن سعادتي. وايد مستانس لما جيت هني زرتكم ولقيت فيكم وتعرفت معاكم، واسئلتكم ومشاركاتكم ومداخلاتكم فرصه وايد حلوه. احب اشكر الاكاديميه، احب اشكر عبد الله، احب اشكر كل الشباب اللي نظموا بدون مجامله. يعني شباب جهد قوي وشيء وايد 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 يفرح. واحد وده يعبر بس ما يدري ايش يقول، بس والله مشكورين وايد. يعطيكم العافيه على حضوركم، مشكورين على وقتكم، وان شاء الله نتمنى سمعتكم. اكيد انا راح اطلب من عبد الله ان شاء الله مستقبلا، لازم في فرص ثانيه نلتقي فيكم مره ثانيه. يعطيكم العافيه.